آه ماما وحشاني يا ست الكل والله، الغربة صعبة جدا. بقولك يا ماما، هو ازاي اسوي اللحمة حلوة؟ اه حلوة وطيبة وبنت ناس، واهم حاجة انها بتراعي ربنا فيا. هو ايه اللي حلو ده يا ماما؟ معرفش طبعا، انا ما كنتش اعرف ان دي لحمة اساسا، تكتها كيس رمان. خلاص خلاص ما تزعقيش. اشوح البصل والفلفل؟ هما كده هيحسوا بالاهانة مثلا فهيستووا ولا ايه؟ هو ايه ده يا امي؟ طب كام بصل وكام فلفلايه؟ بالويم؟ ايه الويم ده؟ يعني ايه ويم؟ ايه وحدة قياس الويم؟ اجيبها ازاي؟ هو ايه اللي هنحطت ايدي؟ اعرف ازاي ده؟ انا مش فاهم حاجة يا امي، انت عارف تطبخ اساسا ولا ايه؟ انا مش فاهم. خلاص طلعت بصلايه وفلفلايه، قطعهم دلوقتي وبعدين احطهم على النار. اسيبهم بقى يتسوحوا قد ايه؟ ده قد ايه؟ لما يستووا؟ وانا اعرف ان هم استووا ازاي؟ هينادوني؟ في ايه يا ماما؟ ماما انت ليه بتتكلمي بلغه غريبه انت وباقي الامهات؟ ها؟ عليكوا قضيه مثلا؟ في حد بيجري وراكوا؟ ايه طشه وقشه وويم؟ في ايه يا ماما؟ يعني لو انت هربانه من حاجه قبل ما تتجوزي او عليك حكم بالاعدام صارحيني. ايه ده؟ عليك حكم بالاعدام فعلا؟ يعني ايه اسمك الحقيقي عبد الجليل؟ مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. عزيزي حلقه النهارده عن الحب الحقيقي في حياتك. يا ابو حميد انت عرفت ان اسراء سابتني؟ عزيزي اللي كان قصدي ان احنا بنتكلم على اللحمه، بطل تنسب كل حاجه لاحزانك. لو سالنا يا عزيزي اي شركه لحوم مين واقف لكم في زوركم ومنغص عليكم عيشتكم، هيقولوا لك انصار حقوق الحيوان. ماكدونالدز فضلت تطارد ديفيد موريس وهيلين ستيل عشان كانوا بيوزعوا كتيب من 6 صفحات عن سوء معامله ماكدونالدز للحيوانات. ماكدونالدز رفعت عليهم قضيه تشهير استمرت ل10 سنين. 16 مليون دولار، 16 مليون دولار يا عزيزي، يعني 4 مليون سندوتش بيج ماك، وكانت واحدة من أطول قضايا التشهير في التاريخ الإنجليزي. ورغم إن ماكدونالدز كسبت القضية في حكم من 1000 ورقة، القاضي قعد يقرا في ساعات، وبالرغم إن ماكدونالدز كسبت القضية إلا إن سمعتها اتبهدلت. وهنا ماكدونالدز عينوا عالمة الحيوان الشهيرة دكتور تيمبل جراندين من جامعة كولورادو، اللي كان عندها نظرة استثنائية للحيوانات وقدرة خاصة على التعاطف معاهم. دكتور جراندين دخلت المزارع وابتدت تقول تعليمات بقى، ظبطوا الإضاءة دي عشان الحيوانات بتخاف من الضلمة، اعملوا أرضيات ما تزحلقش، ما تعلقوش هدوم او خراطيم على الحيطان عشان ما يخافوش، التهويه، العماله، الدوشه، النظافه، اهتمت بكل التفاصيل اللي تخص الحيوانات. كانت شايفه اننا ما نقدرش نمنع 7 مليار انسان انهم ياكلوا لحمه. زباين ماكدونالدز لوحديهم عايزين اكتر من 4500 برجر في الدقيقه، 6.5 مليون برجرايه في اليوم. البرجر بيمثل اكتر من 70% من اللحمه اللي بتتاكل في المطاعم، ده سوق قيمته 73 مليار دولار، ومن هنا صعب جدا نمنع الذبح. ولكن بعض الناس فكرت اننا نقدر نخليه انساني. البقر مثلا لما يشوفوا اخواته بيتذبحوا بيتوتر وبيترعب، فبيهربوا وبيخبطوا في بعض وبيعوروا نفسهم. وهنا الدكتوره جراندين اخترعت نظامين للذبح، الكيرفد لودنج شوتس، ممر على شكل حرف اس، نص دايره البقره تمشي فيها، منها يستفيدوا من غريزه البقره انها بتحب تمشي في دوائر عشان ترجع مكانها، وكمان يستفيدوا انها ما تشوفش اختها اللي بتذبح قدامها. النظام الثاني اللي عملته هو السنتر تراك ريسترينر سيستم، شبه اللي بيرجع كرات البولينج كده، بيشيل الحيوان من بطنه ويحركه على سير لحد الذبح. الانظمه دي مش بس حسن سمعه ماكدونالدز، دي كمان حققت رحمه حلوه للحيوان. طالما كده كده امر حتمي والناس هتاكل لحمه، على الاقل نقتلها برحمه، دي روح. التغيير الثالث اللي عملته الانظمه دي انها حسنت من جوده البرجر، لان الضغط او الاستريس اللي بتتعرض له البقره قبل الذبح ممكن يخلي البرجر مش جوسي. يا ابو حميد مش الجوسي ده بتاع الصوصات والميديم رير والحاجات دي؟ لا يا عزيزي، ده في مئات الابحاث وبراءات الاختراع اتعملت عن ازاي اللحمه تبقى جوسي، ده عمليه معقده من المزرعه لحد السفره، وعناصرها هي طراوه اللحمه انها ما تبقاش جامده، والميه اللي فيها او العصاره، والسمين او الدهون. خليني اقول لك يا عزيزي ان الوسيله الاشهر للذبح هي الحلال سلوتر او الذبح الاسلامي، سم وذبح. او الشكل الثاني ان انت تعرض الحيوان لصاعقه كهربائيه، تخدره ما تموتوش وبعدها تذبح. نقطع الجاجولار فين والكارتويد ارتري والقصبه الهوائيه. ايه القصبه الهوائيه دي يا ابو حميد؟ انت فاهم الفرتويد بين والبتين؟ هنا التنفس بيقف والقلب بيكون مكمل نبض، فبيخرج حوالي 50% من دم الذبيحه، فاللحمه تبقى صافيه. لو ده ما حصلش، حاله انت مثلا بتذبح حيوان ميت، بيتكون البلد كاركس، بتكون الذبيحه بدمها، وده مشاكله الصحيه كتير، فالذبيحه بتتعدم. لما الحيوان يا عزيزي بيموت بيحصل له نفس اللي بيحصل لنا بعد ما نموت، بيتخشب، بيحصل له تيبس ما بعد الوفاه. دي يا عزيزي عمليه معقده شويه، فخلينا نبسطها لك. واحنا عايشين عضلاتنا بتكون مرنه
اليافك العضليه بتخليك تتني دراعك وتفرده. بفعل بروتينات في العضلات اسمهم الاكتين والمايوسين، بيمسكوا في بعض ويعملوا اكتومايوسين كومبلكس، يشد العضله فتنقبض، وبعد ما ينقبضوا يستهلكوا شويه طاقه عشان يفكوا من بعض فالعضله ترتخي. بعد بقى الوفاه ايه اللي بيحصل يا عزيزي يا جميل انت؟ الاكتين والمايوسين بيمسكوا في بعض، وطبعا يا عزيزي مفيش طاقه تفكهم الله يرحمه، فتفضل العضله قفشه. عشان كده يا عزيزي لما نموت بنتخشب لان مفيش طاقه. لكن بقى واحنا عايشين كان سكر الجلوكوز بيتحلل في دوره معروفه بالكريبس سايكل. هذه يا عزيزي العمليه البيولوجيه اللي مبهدله طلاب البيولوجي، بتديك 36 اي تي بي، 36 عمله طاقه تاخدهم تروش على نفسك، وجنب كل ده شويه سي او 2 ثاني اكسيد الكربون الرئه تخرجهم في زفير. طب افرض يا عزيزي انك كلت خدت جلوكوز ما استخدمتوش، هذا الجلوكوز بيتخزن كباور بانك في عضلاتك، يمكن تحتاج بعد كده، بس ما تخزنش جلوكوز، بيتخزن جلايكوجين. عشان الجسم لما ما يلاقيش طاقه من الجلوكوز زي مثلا لما بتنفسش كويس، الجلايكوجين بيتحلل من غير هواء انايروبيك ريسبيريشن، ويديك جزيئين طاقه بس، جزيئين اي تي بي. خد سالك نفسك بدول مطلع بيهم لما تصحى بقى ان شاء الله. ومش جنبهم ثاني اكسيد الكربون كمان، لا دول جنبهم لاكتيك اسيد، ده اللي بيسبب لك يا عزيزي الشد العضلي عشان تهدى وتتنفس. لا مؤاخذه يا ابو احمد، هو علاقه ده كله بالهوبر اللحمه يعني عزيزي، ده علاقه مهمه جدا وممكن يتسبب في ان اللحمه تترمي ببساطه، لان الحيوان لما يموت الجلايكوجين بيتحلل من غير هواء ويدي 2 جزيء اي تي بي. عشان كده السمكه بتلعب شويه لما تخرج من الميه لحد ما تخلص مخزونها من الجلايكوجين. حتى عزيزي ممكن تلاقي اللحمه بتلعب عند الجزار. يا ساتر، هذه اللحمه عزيزي بتلعب بسبب طاقه الجلايكوجين، لسه في جلايكوجين متخزن جوه العضلات، فالذبيحه ماتت خلاص الله يرحمها ولسه بقى العضلات مالها، واللاكتيك اسيد يفضل يترسب في العضله المتخشبه فيفك الاكتومايوسين، ده يطري العضله ويفتح لونها. ده معناه ايه؟ معناه ان الحيوان لو جعان قبل الذبح ما خزنش جلايكوجين ومات خفيف مش هيطلع الحمض بعد الذبح، فاللحمه هتبقى ناشفه وغامقه. ولو الحيوان اتوتر قبل الذبح بسبب نقله او الارهاق، الادرينالين في جسمه هينشط انزيمات تكسر الجلايكوجين فيخلص كله قبل ما يموت. عايزين مشاهد، اكتر من 20% من اللحمه في العالم بتتاثر بسبب هذه المرحله. بص على الصوره دي لحمه ما خدتش الحمض، بنقول عليها دي اف دي ميت، دارك فيرم اند دراي، غامقه وناشفه وجامده. هنا يا عزيزي الحيوان اتذبح جعان او تعرض لستريس خلى الجلايكوجين يتحرق، فهنا ما خرجش الحمض. اللحمه الثانيه يا عزيزي بي اس اي، بيل سوفت واكسيوديتيف، شاحبه وميميه، وده بسبب ان الحيوان اترعب وقت الذبح فالجلايكوجين انهار بسرعه بعد الذبح فزود الحمض قوي. اللحوم دي يا عزيزي محدش بيحبها وعاده بيعدموها، فالتعامل الهادي مع الحيوان مش رفاهيه. لو عايز لحمه طعمه وبرجر جوسي دلع الحيوان، ما تبقاش حيوان مع الحيوان. حاضر. لما نموت يا عزيزي جسمنا بيبدا يحلل نفسه، مش بيحلل يا عزيزي، هو بيتحلل. وكذلك يا عزيزي الحيوان بتاعنا بعد الذبح بتخرج انزيمات تحلل البروتينات لمكونات صغيره وتكسر الالياف العضليه وتنهي فتره التيبس ما بعد الوفاه. ده بيحصل بعد التخشب ب 24 ساعه. العمليه دي بتخلي اللحمه تندر سهله المضغ. دكتور عبد السلام عاطف من جامعه القاهره بيقول احنا بنذبح في العيد وبنطبخ على طول، هو بيقول ان الافضل اننا نستنى تاني او تالت يوم لان ساعتها هتلاقي اللحمه اطعم، لان خلال هذه الفتره اللحمه بتستوي لوحدها، بتتحول من كونها عضله ان احنا بناكل عضله للحمه. عشان كده عزيزي نصيحتي ليك لما تروح للجزار ما تاخدش لحمه طازه، قول له عايز لحمه من امبارح حته كده تندر على ذوقك يا عم الجزار. عجبا لكم ايها المسلمون تاكلون اللحمه تندر مع ان في ابلكيشنز احسن. هتقول يا ابو حميد ده كده اللحمه تكون باظ يا عزيزي، ما اللي ورايا دي اتشقر، ما تلاجه. حط اللحمه في ابرد رف في الثلاجه، البكتيريا بتنشط في درجه حراره من 5 سلسيس ل 60، ابرد او اسخن من كده امان بنسبه كبيره، لكن الدنجر الخطر الحقيقي من 5 ل 60، هنا ممكن اللحمه تبوظ. من 0 ل 5 دي درجه حراره الثلاجه، فتقدر تشيل اللحمه 5 ايام، بس خد بالك البكتيريا لسه ما ماتتش، هي بس كشه، فلما تيجي تخرج اللحمه يجب ان انت تطبخها على طول، طبعا على درجه حراره اعلى من 60، احنا قلنا من 5 ل 60. اما بقى لو عندك فريزر صدقني مش هيكون ابرد من مشاعر اسراء. اسراء مين؟ يا عزيزي ركز في اللحمه، اللحمه لو عندك فريزر وعايز تخزنها فكل اللي عليك انك تشيل منها العظم والدهن الزياده وارميها في سالب 18 اكتر من شهر ولا يهمك. العلماء حبوا بقى يتجنبوا كل هذه الحوارات وقالوا لك ما تيجي نزرع لحمه، هي مش كانت اللحمه بتطبخ؟ تيجي نعمل ان فيترو ميت، لحمه في المعمل، فاكر ازاي حكيت لك عنها قبل كده؟ بتاخد خلايا جذعيه لسه ما دخلتش دنيا ولا عرفت وظيفتها وتحدد لها مصيرها، انت هتبقي خلايا عصبيه او انت هتبقي خلايا دم. فعرفت ان احنا عايزين نعمل لحمه وناكل وكده، خدوا خلايا جذعيه من كتف بقره وهذه الخليه تكاثرت لمليارات الخلايا وانتجت لنا حته لحمه حقيقيه، هي بس بغيظها عزيزي شويه
250,000 استرليني. خدوا عزيزي هذه اللحمة وطبخها برجر شيف ريتشارد ماكيون وكلوها في 2013 في مؤتمر صحفي في لندن، وقالوا إنها نفس طعم وملمس اللحمة ولكنها للأسف مش جوسي. طيب ربع مليون استرليني كل وانت ساكت، تفتكر ليه عزيزي اللحمة لم تكن جوسي؟ ببساطة يا عزيزي لأنها لحمة حمراء واللحمة من غير فات تنفات. عزيزي لو سألتك عن الشبه بين الفراخ المقلية والبطاطس المقلية هتقول لي ايه؟ مقلية يا ابو حميد؟ صح عزيزي، حلقات الدحيح خلتك اذكى بكتير، بس ايضا المشترك بينهم انهم اكلات طعمه بتحسسك بالسعاده، القلب بيخلي اي حاجه اطعم. للاسف الطعميه السخنه، حلقات البصل، الجبنه المقليه، حتى العيش المقلي اللي بينزل مع الكشري، وده مش بس عشان القلب بيخلي الاكل كرانشي لما بينشف الميه اللي على سطح الاكل من بره، ولكن الاهم ان الزيوت او الدهون لما بتسخن بتعمل تفاعلات تدي نكهات واطعمه معقده جدا. انت يا ابو حميد بتحب التعقيد ليه؟ خليها سهله. مش انا يا عزيزي والله لسانك هو اللي بيحب الحاجات دي، خصوصا الدهون اللي بين اللحم. لحم المباس يا عزيزي ده ملكه. الانترا ماسكولار فات او الماربلنج فات، الدهون لما بتسيح بتعمل لوبريكيشن، بتشحم البرجر او الستيك، بتغطي البرجر من بره فتحبس الميه اللي جواه، وعشان احساس الجوسينس يكتمل لازم اللعاب يسيل، ودي مهمه الدهون لان جواها المركبات الكيميائيه اللي بتدي طعم وريحه اللحمه. بارب ستاكي مؤلف كتاب تيست بيقول ان 95% من جاذبيه اللحمه ريحتها، محدش بيشتهي اللحمه وهي نيه عشان ملهاش ريحه، عشان دي حاجه مقرفه شويه، لكن اللحمه بتاعتنا لما تستوي ويطلع منها 1000 مركب كيميائي شايلين ريحه وطعم اللحمه والدهون اللي في اللحمه، فمع احترامنا يعني لكل اطعمه والنكهات مفيش منافس للدهون. الدكتور بول بريسلين من جامعه راتجرز بيقول لما نفسك تروح للحمه فانت مشتهي الدهون مش اللحمه، اسلافنا عاشقين للسكريات والدهون، واحنا وحياتك لانها بتديهم طاقه اكبر، واحنا طلعنا لهم، فتلاقينا بنحب الايس كريم عشان ميكس سكر ودهون كده، وبنحب اللحمه عشان نكهه الدهون واليومامي، هي النكهه بتاعت اللحمه اسمها اليومامي. فعشان البرجر يبقى حلو وجوسي لازم نسبه الدهون ما تقلش فيها عن 20%. انهي حته لحمه بقى فيها النسبه دي؟ الكتف. طب ايه يا ابو احمد انا عايز اطلب من الكتف ده اعمل ايه؟ اسمعني بقى عزيزي عشان بقى تاخد بقى ايه دهون، هتروح للجزار وتقول له يا مستر جزار ممكن لو سمحت تطلع لي من الزند او السن، مش عايز كيلو لحمه وخلاص، خلوش يضحك عليك، لان يا عزيز زي ما انت شايف كده الذبيحه بتتكون من قطعيات. الجزار البلدي بيعلق الذبيحه اربع، الخواجه بيكتب اسم القطعه عليها، ولو انت اكيد وعايز تتبسط اختيار القطعيه حاجه في منتهى الاهميه. في مبدا يا عزيزي في علم اللحمه بيقول لك ان كل ما الحيوان يستخدم العضله اكتر وهو عايش كل ما كانت لحمتها جامده وما فيهاش دهون، والعكس لو العضل مش محمل عليها هتبقى ناعمه وطريه زي ظهر العجل او الانتركوت، وعمهم بقى عرق الفليتو او التندرلوين او الكولاطه اللوينز، ورا من فوق او البليت الحته اللي تحت الريش دي قطع طريه وغاليه تشتريها لو هتطبخ دراي هيت كوكينج، طريقه الطبخ بتكون جافه من غير ميه، تحمرها بقى تقليها تشويها ستيك تعملها سوتيه، تجيب قطعيه من دول بالشيء الفلاني وما تشويش السن لحسن ينشف منك، ما تحمرش الموز عشان مش هتستوي. عندك ايضا الدوش او البريسكت دي لحمه الصدر، ودي يفضل يتعمل منها بلوبيف او بسطرمه لان دي عضلات بيحمل عليها الحيوان فبتكون اجمد. الموزه او الشنك لحمتها حمرا ما فيهاش ده، اما بقى الفخذ او العكاوي اللي هي الديل او السن دي بقى عضلات شغاله طول الوقت، الفخذ ده طول النهار ماشي وبيقف وبيتامل الطبيعه، والديل عمال بيهش الحاجات دي، بتبقى لحومها جامده وصعبه المضغ. دي يا ابو حميد ما نشتريهاش بقى. لا يا عزيزي كل اللي قلته ده تشتريه عادي، بس تعرف بتطبخه ازاي. صعوبه المضغ بتكون بسبب انسجه ضامه كونكتيف تيشوز اللي بتكون كتير في العضله، احنا بنسميها الشغل. الشغل ده بروتين جامد اسمه كولاجين، مكوناته لفه على بعضها زي الحبل، بيشيل وزن الثدييات وبيكون الاوتار اللي بتمسك العضله في العظم، ولكن رغم متانته دي لما بيتعرض لحراره لوقت طويل بيتحول لجيلي. فالقطعات دي عزيزي بتحتاج طريقه طبخ لو اند سلو، وقت طويل على نار هاديه، طواجن خضار بقى، كباب حله، لحمه مسلوقه، ولو خايف الطعم يتاثر بالسلق سويها على البخار واقفل عليها، المهم تبقى طريقه طبخ رطبه. الحاجة التانية اللي بتأثر على الشغط أو الكولاجين هي إنك تقطعه لحتة صغيرة، تخلي الألياف أصغر فتتفتت من بعضها بسهولة. كده بتكلم بقى على إيه؟ ركز معايا. الإيه؟ اللي بنتكلم عليه من أول حلقة عزيزي، المفروض منه. عشان كده عزيزي لحمة الكتف أفضل قطعية تاكل منها البرجر أو اللانشون أو الكفتة، لأنها أرخص وفيها الدهون اللي بتدي للبرجر عصارته. ده يا عزيز لو هتعمل برجر بتاعك بنفسك، ولكن مصانع في مصر مثلا ممنوع تفرم لحمه بلدي، لازم مستورده، بتيجي في صوره بلوكات مجمده، البلوكات دي بتقطع مربعات صغيره عشان تخش على المفرمه، المفرمه دي وشوش بتحدد حجم الفرم، يعني مثلا اللانشون او الهوت دوغ بتفرم فيهم اللحمه لحد ما تبقى هريسه مستحلب بيتعبى، فبتدخل اللحمه على وش اتنين مثلا فتديك فاين كاتس، ونسبه الدهون اللي انت عايزها براحتك، مش لازم دهون، ممكن زيت، ما انت كده كده هتحولها لمستحلب. انما بقى
البرجر او السجق البلدي انت محتاج فيه الماربلينج ابييرنس، بيبان فيها شكل اللحمه والدهون زي الرخام كده، فبندخلها على وش خمسة في المفرمه يدي كورس كات. ده عشان الناس اللي هتشتغل ان شاء الله بعد ما اشوف الحلقه دي في محلات جزار. وهنا بقى تزود دهن حيواني، وبعد كده تاخد هذا المنتج وتروح بيه على ميكسر تحط تلج عشان الاحتكاك بيطلع حراره ممكن تبوظ لك المنتج. التلج لما يسيح هيزود لك الميه، لان خد بالك انت وانت بتصنع وتعبي وتطبخ بتفقد ميه وانت محتاج الميه. هنا بقى عزيزي تقدر تحط اضافاتك. فاكر لما قلت لك ان الحيوان لما بيموت الاكتين بيفضل ماسك في الميوسين، فاكر؟ ومفيش هنا اي تي بي او طاقه تفكهم. بعد كده يا عزيزي بتحط ملح، عملا بنظريه الاكل الدلع ما ينبلع. الكلام ده بيحصل يا عزيزي عشان بروتين الميوسين بيلف البرجرايه يمسكها في بعضها زي السوغ كده، وده بنخرجه من اللحمه بالملح. ايوه عزيزي الملح مهم للطعم، ولكن السبب بقى البيولوجي الاساسي لاضافته ان هو بيخرج الميوسين من اللحمه بحس ان هي تلف، فتلف حوالين البرجرايه تمسكها زي السمك. عمرك يا عزيزي سالت نفسك ليه البرجر ماسك نفسه مع انه لحمه مفرومه زي اللي في المقال بشاميل؟ المفروض يبقى مفرول من بعضه. فكره يا عزيزي ان الملح بيخلي الميوسين يمسك هذه البرجرايه. في منتجات لما بتشتريها بتفتحها تاكلها على طول زي اللانشون، بيبقى مطبوخ ومتغلف في غلاف صناعي، او زي السجق الشرقي بنعبيه في امعاء الحيوان. اننا البرجر بيجيلك ني مش مطبوخ، فبيتشكل في مكنه اسمها باتي فورمر، وبعدين بيعدي في فريزنج تانل نفق متلج عند سالب 80 درجه ويتخزن وهو مجمد لحد ما تيجي تطبخ. وانت بتطبخ سواء بتعمل برجر او ستيك، هدفك الاساسي يا عزيزي ان انت ما تفقدش الميه اللي جوه اللحمه. زي ما فقدت اسراء يا ابو حميد. يا عم اسراء مين يا عم؟ انا بتكلم في اكل، امال لو كنت بتكلم في كيمياء كان في كيمياء يا ابو حميد. عزيزي سيبك من خيبتك ارجوك وركز في اللحمه. اهم حاجه ان انت ما تفقدش الميه اللي جوه اللحمه عشان العصاره وعشان دايب فيها التوابل والنكهات بتاعتك. خد بالك عزيزي 75% من اللحمه ميه. لحمة بتتغش، البروتين نسبته من 10 ل 20% بس والباقي دهون. الميه هي المكون الاكبر. يا نهار ابيض، يعني انا بشرب ميه انا اكلت 3 ارباع لحمه كده؟ عايز انت ممكن تبيع الميه في عرض الجزارين. الميه اللي جوه اللحمه يا اما ماسكه في البروتينات الاكتين او الميوسين. فخد بالك يا عزيزي بقى وانت بتعمل برجر او ستيك ما تدش على الحته جامد عشان تسمع التش بتاعت الميه. صوت حلو اه، بس مش بيخليك تحظى بالتجربه المثاليه لاكل اللحمه. هدف رائع لكن في برمانه، لان اللحمه بتفقد الميه زي السفنجه. عشان كده بتلاقي في اخر كيس اللحمه ميه حمراء كده، ده مش دم، دي ميه دايب فيها ميوجلوبين زي ميوجلوبين الدم كده بس بتاع العضلات، وهو ده اللي بيديها لونها الاحمر، ده مش دم. فهو انت بتطبخ او بتتعامل مع اللحمه حاول ما تحركهاش على قد ما تقدر. وعشان نحافظ على الميه دي واحنا بنعمل برجر بنحط حاجات تمسك الميه اسمها الاكستندرز او الووتر بايندرز. دي بتمسك الميه وتزود حجم المنتج فبتقلل التكلفه. حاجه مثلا زي بروتين فول الصويا، دي عزيزي ماده مالئه، او حتى عزيزي ممكن تستعمل حاجه ارخص زي النشا او بودره اللبن او البقسماط او العيش الناشف. وساعات بطاطس ورز، مش في كفته رز؟ مش عارف كفته الرز؟ كفته الرز يا عزيزي اللي بتلقطها من ماما قبل ما تحطها في الصلصه، نص سيادتك جايه من سيره كفته الرز. كل دي اضافات بتضاف للبرجر عشان تشيل ميته. مهم جدا ملمسها وسمكها يندمج مع اللحمه المفرومه، ودي يا عزيزي بالمناسبه المرحله اللي بيحصل فيها غش كتير. عايز تعرف ازاي؟ لما بنشوف رغيف حواوشي بخمسة جنيه بنقول لحمة كلاب. مش شرط عزيزي يكون لحمة كلاب، في طرق غش تانية. الغش مش معناه انك بتاكل لحم حمية، بس ممكن جدا تكون بتاكل نشا او بيض او دقيق مخلوطين مع شوية لحمة مفرومة صغيرين، بس دي بقى طعمها لحمة، وممكن يا عزيزي يبقى طعمها احسن من اللحمة كمان. تيجي كيف ده يا ابو حمية؟ بالتوابل يا عزيزي، الام اس جي، المنتج السحري اللي بيدي طعم للحم. قد تظن يا عزيزي ان منتج بهذه الأهمية غالي جدا، الا انه عادي جدا ومتوفر وموجود في مرقة الدجاج، ومفيش منتج لحمه خالي منه تقريبا، وفي الصين بيستخدموه في كل الاكلات. انا يعني ما جاتش عليه اللحم. طب وده طعمه ايه يا ابو حميد؟ بس عزيزي مش مهم طعمه، المهم تاثيره. الام اس جي بيزود حساسيه مستقبلات التذوق في لسانك، بيخليك تحس بالطعم قوي، تحطه على لحمه او برجر فبقى طعمهم لحمه قوي، عامل زي المخدرات. عشان كده بيتخاف انه ممكن مع الوقت ياثر في حاسه التذوق او يسبب سرطان، ولكن لسه مفيش دراسات مقبوله تثبت اضراره. وعموما طبعا يفضل ان انت ما تحطش اضافات كتير على البرجر عشان يفضل طعمه برجر. الشيفات دايما بينتقدوا الناس اللي بتحط صوص كتير على البرجر، بيقول لك ايه ده؟ ده حد بيحاول يهرب من التحدي، اللي بيحط صوص يا عزيزي كتير، حد بيحاول يداري على طعم اللحمه بتاعته، مش واثق في الكواليتي. شوفوا الشيف زي جوردن رمزي، حط ملح وفلفل بس ما حطش حاجه ثانيه. طبعا عزيزي لو حتى طعم اللحمه لحمه بس انا ما بحبش، بحب الصوصات. مع كامل احترامي لمستر رمزي. حاجه ثانيه يا عزيزي تاخد بالك منها من ضمن الحاجات كتير، انا عارف انت حسيت دلوقتي يا لهوي الطباخين بيعملوا كل ده. الطباخين الكويسين يا عزيزي. المهم وانت بتسوي البرجر ما تزودش قوي في الشوي. هقول لك ليه؟ عشان نعرف درجات طبخ البرجر او الستيك في اختبار بتعمله بصوابعك. اول حاجه يا عزيزي جرب تلمس بطن الابهام، ده ملمس الرو النيه، اللحمه النيه. جرب بقى تخلي السبابه تلمس الابهام والمس كده، ده كده الرير. تروح بقى للمطعم بقى وتقول له انا عايز رير لو سمحت.
ده كده رير. البنسر مع الابهام ده الميديوم ويل، انشف شويه صح. الخنسر بقى مع الابهام ده الويل. ويل دان كده يا عزيزي، انت عرفت درجات سوى اللحمه واسامي الصوابع: خنسر، بنسر، وسطى، سبابه، ابهام. الحلقه بقى الجايه يا عزيزي اعلمك انواع الفراخ وحروف الجر. تقول لي يا ابو حميد احنا كده لو سويناه رير او ميديوم رير هيطلع طري، لو بتشوي ستيك هقول لك اه تمام، لان البكتيريا اللي بتكون على السطح بتتقتل. 60 درجه كفايه قوي عليها. لكن خد بالك لما تفرم انت بتقلب كله على بعضه، كل فتفوت عندها سطح. خد بالك دي مش بس اعضاء مختلفه كلها من جسم الحيوان محطوطه في حته واحده، ده في دراسه سنه 98 بتقول ان البرجرايه الواحده في المتوسط بتيجي من 55 بقره. فافضل درجه تسويه للبرجر هي الميديوم ويل. وهنا عامل خبره مهم انك تظبط السوى مع الجوسينس. انت محتاج تعلي النار في وقت وتقللها في وقت. حراره الشوي العاليه بتخلي السكر والبروتين يتفاعلوا مع بعض فيعملوا لك قشره بني، في تفاعل مهم جدا بقى لعشاق البرجر اسمه الميلارد رياكشن. التفاعل ده بيكون مئات المركبات اللي بتخلي البرجر اطعم، وكل ما عليت الحراره بقت النكهه اقوى. ولكن لو طولت هيتحول من بني لمحروق. فالافضل ان انت تتبع استراتيجيه الاندايركت جريلينج، الشوي الغير مباشر. طب ده يجيب الفقر يا ابو حميد، ده مش حلو. تسخن الشوايه ربع ساعه، تنضف الشبكه وتزيتها، وتعمل جزء من الشوايه حرارته عاليه والجزء الثاني حرارته اهدى. تبدا الشوي على العالي، يحصل التفاعل والغلاف البني يتكون، وبعدين تنقل على الهادي وتكمل طبخ. يبقى اللي بره اتشمع واللي جوه اتدلع والبرجر ما اتحرقتش. استنى يا عزيزي، ما تاكلش دلوقتي، ليس الان. اللحمه يا عزيزي بعد ما تستوي يجب ان ترتاح. ايه يا ابو حميد اللي كنت واقف في المطبخ مش هي عزيزي، انا بتكلم بجد. اثناء التسويه البروتينات بتنكمش من الحراره فطردت الميه، فلما الاكل يستوي ما تقدموش على طول، سيبه ينزل الدهون الزياده، والبروتين مع الوقت هيبدا يتمدد ويمتص الميه اللي فقدها تاني، وخصوصا في البرجر لانه بيتسوى مباشر على النار. عرفت بقى ان الراحه حلوه؟ سامع يا مدير؟ اعتبرني حته لحمه وسيبنا ارتاح 5 دقايق، اعتبرني حته لحم من دهون وميه عايزه ترتاح بعد ما تسوت في مسواية الحياة. اللي بحاول يا عزيزي اقوله لك من كل ده هو ان الطبخ قبل ما يكون نفس حلو فهو علم. ساعات بيتسامح معانا عشان خبرة الحاجة وتجاربها، الخبرة اللي بتخليها تبيت اللحمة في ملح وتوابل قبل ما تشويها، من غير ما تعرف ان ايونات الصوديوم والكلورايد لما تلمس المية اللي على سطح اللحمة بينفصل وبتنجذب ايونات الكلوريد لخيوط البروتين الموجبة وترتبط بيها. ايوه زيك انت واسراء، فيحصل توسع في الفراغات اللي بين خيوط البروتين، وهنا بقى النكهة تدخل جوه اللحمة. التوم والبهارات ورشة جوز الطيب، دي مواد بتتسخن وبتتجمد وتتخلط زي المعمل. كل المقادير ليها تركيب كيميائي وحيوي بتتفاعل مع بعضها ومع البيئة في ظروف وشروط معينة عشان تدي نتائج معينة، زي البرجر الجوسي كده يا عزيزي. بس كده يا عزيزي، في النهاية بس تشوف المصادر، تشترك على القناة وتشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية. انا عايزك تحاول اعمل افيه بصري بين بقى الحلقات الدحيح وحلقات البصل، بس تقريبا فرولت مني. أول عزيزي يعني نشوف المصادر ونشوف الحلقات وكده. حاجة بقى أخير عايز أقولها لمطاعم السندوتشات والبرجر، ليت نحترم مبدأ الثري فينجر رول. إيه يا أبو حميد المبدأ ده؟ ده مبدأ عزيزي بيقولك إن أنت متقدرش تفتح بقك أكتر من كده، 3 صوابع أهو، تلات صوابع يخشوا. ليه تعمل لي بقى سندوتش قد كده أهو؟ ليه؟ لازمته إيه؟ منظر ده اكله ازاي ده؟ انا عارف اني شبهه، بس تاني ده اخضر وبيعيش في المايه واسمه تمساح، انا مش تمساح. فلو سمحت البرجر ماكسيمم بتاعه 3 صوابع دول، البرجر كله اللحمه بالعيش، اكتر من كده مش عارف اكله. وقطم بقى، ها؟